درس في الازهر هجيلك هجيلك اخد بس المطالب وجايلك. لا ده انا عايز اديلك انذار كده. اديلك يا عم هلا انت عايز تقول. انت في الازهر عايز اقول لك على حاجه. الاسلام لا كان في ناس بينادوا ان احنا نروح مسيرات واحنا رفضنا. ليه؟ اما نبقى وصلنا وصلنا بالضغط اخر يافطه اللي انت حطيتها اول ايام انا مصطفى كامل ما عايز وصلوا انا اسمي مصطفى كامل محافظ الشرق بدي انذار مجلس العسكري من جهينا بدي انذار مجلس العسكري الناس اللي قدام المجمع دي احنا مش هنمشي على اسسنا ولو في طلقه طلعت من الجيش في رد فعل سيء جدا. مفيش مفيش طلقات ولا مفيش نيل كده في رد لا لا في نيل في رد سيء جدا. النهارده كنا عند مجلس الوزراء في عقيد هناك بيكلمه قال لك انا حر. بيقول له لماذا ولوس احمد شفيق مع سامي عنان في هذا الوقت؟ قال لي انا حر. قاعد راجل من القوات الجويه وقديم واحنا في تواصل بيننا. طب ما جبتش مبارك ليه وقعدته جنبيه وقائد القوات الجويه برضه؟ صح كده ولا انا غلطان؟ احنا بنهزر بقى كده؟ احنا كده بنلعب اوضه انفار؟ لا الناس ما تهزرش والناس دي هتعمل حاجه اكبر. شارع تام في الدوله السد العالي خط الصعيد سوهاج القاهره كيه كوبري اكتوبر طريق الصحراوي الغرب والشرقي طريق الخراعي. انا بتكلم على مسؤوليتي. انا بتكلم على مسؤوليتي تصعيد للموقف من هنا ومن سوهاج ومن اسوان. اهل اسوان موجوده معانا في ساعه واحده هتقطع السد العالي. طب انت عندك الحد الادنى انت ممكن توصل لمشكله شويه. يقول لي المشير استقيل عزل لحد ما اصل عايزين مجلس عسكري عزل. احنا عايزين مجلس حق الشهداء وحق الناس اللي ماتت. انا بقى احط ويا عصام يا شرف راجل محترم لو انت مش قادر ومضغوط عليك قول لنا والشعب كله هيقف جنبك. منصور يا عسوي مش عايزينك. لو سمحت يا دكتور عصام شرف قدم استقالتك وانزل الميدان. مستنيين الفرجه. مش مين انا هضربه حتى انا هضربه. بعدين مستنيين الفرجه ان شاء الله ربنا يفرج ان شاء الله وتتحل كل الامور.